أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القادة الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أن الاستثمار في طاقات الشباب البحريني الواعد أولوية تشكل ملامح المستقبل عبر تهيئتهم ليكونوا قادة يواصلون الإسهام في تحقيق المزيد من الإنجازات وتعزيز مردود المكتسبات المتحققة حاضرا على أرض الواقع. وقال سموه إن المسيرة الوطنية المباركة الهادفة لترسيخ أركان التنمية المستدامة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى قد اعتنى بتأصيل البرامج والسياسات التي تعيد شباب الوطن بالقدرات والمعارف وتوسعة أفقهم، مشيرا سموه إلى مؤسسة تمكين كأحد النماذج الحيوية التي تدعم ريادة الأعمال وتشجع الشباب في مساعيهم لصنع فرصهم بالإبداع والابتكار لتحقيق هذا الهدف، مما أثمر جملة من قصص النجاح التي تواصل النمو والتطور. جاء ذلك لدى لقاء سموه وصاحب السمو الملكي أمير ويلز وولي العهد بالولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز، يرافقهما نجلة سمو ولي العهد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في متحف البحرين الوطني مع مجموعة من القيادات البحرينية الشابة. ولدى قيام سموهما بالاطلاع على نماذج ناجحة من المشاريع التي تدعمها تمكين. وضم اللقاء منتسبي دفعات برنامج سمو ولي العهد للمنح الدراسية العالمية وبرنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية وبرنامج جون سميث وبرنامج وانسور وعددا من خريجي الجامعات بالمملكة المتحدة. هذا وعرب سموه عن فخره واعتزازه لتمكن الشباب البحريني في هذه البرامج من استحقاق الفرص التي أتيحت لهم عبر هذه البرامج لإثبات قدرتهم على التحدي واستلهام أسباب النجاح بما يمكنهم من تقديم إسهامات سيكون لها بصمتها بإذن الله في مسيرة الوطن نحو المستقبل بأسس راسخة من التنمية والمكتسبات. كما تضمنت الزيارة إلى متحف البحرين الوطني الاطلاع على معرض سبيتفاير بحضور سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم ومعالي الشيخ أمي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار، وهو يقام بدعم من شركة أنظمة الدفاع الجوي BIA سيمسترز ومتحف سلاح الجو الملكي البريطاني في المملكة المتحدة. إذ انتقلت الطائرة إلى المتحف بمبادرة من هيئة البحرين للثقافة والأثار بمناسبة مرور 200 عام على العلاقات الثنائية بين البحرين وبريطانيا، لتتاح الفرصة للجمهور للتعرف على التاريخ العريق الذي يجمع البحرين ببريطانيا في مجال الطيران المدني والعسكري. وطلع سموهما على ورش العمل المقامة لطلبة مجموعة من مدارس المملكة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وذلك على هامش معرض سبيتفاير.